نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، ما صحة من يقول في كلامه يقول القرآن كذا أو أراد القرآن كذا؟ هل هذه العبارات صحيحة؟ إن كان يرى أن القرآن ليس كلام الله وأنه مخلوق هذا لا يجوز، أما إن كان يرى أن القرآن كلام الله ولكن أتى بقوله قال القرآن أو أراد القرآن كذا من باب التساهل في التعبير مع اعتقاده أن القرآن كلام الله، هذا شيء لا بأس به. إن هذا القرآن يقص على بني إسرائيل أكثر الذي أصفه الله بأنه يقص. نعم نعم.